السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله في برنامجكم بصحه وراحه غادي تكون عندنا حلقه مميزه بزاف، غادي نقول لكم علاش في الاخر، تابعونا. المهم اليوم عندنا وصفات زوينه لذيذه لطيفه خفيفه تنفعكم في الوصفات الرمضانيه بزاف بزاف. طيب اول وصفه عندي النهارده وهي الباذنجان الرائع جدا اللي بيبقى بالموتزاريلا وبصلصه الطماطم، يعني حاجه روعه جدا. مش بس كده، كمان عندنا الشكلمه وعندنا هنعمل نوع من انواع العيش الهش بالحليب بيبقى رائع جدا. طيب كل اللي احنا هنعمله هو اننا نبتدي الوصفه. اول حاجه هحتاج فيها ايه وصفتي؟ هاخد بتنجان او باذنجان او الدنجال كيف ما كنقولوا احنا في المغرب، دنجال كنقطعوه شرايح وبنشويه على جريلا على طاسه براحتنا خالص في الفرن، يعني احنا اللي بنتحكم في ده. كمان عندي ثوم، صلصه طماطم، بصل مفروم ناعم جدا، خل، بلسمك، وكمان عندي صلصه طماطم، ممكن صلصه بيتزا، ممكن طماطم مفرومه، ممكن اي نوع طماطم عندك هتستخدميه هيبقى معاكي حلو قوي قوي قوي. عندي موتزاريلا مبشوره، عندنا بارميجان، وكمان عندي شرايح موتزاريلا. هبتدي بالوصفه بتاعتي. الماده الدهنيه زيت، ملح وفلفل اسود، ده حاجه اكيده مش هنستغني عنها نهائيا. هحط هنا شويه زيت بسيط خالص وانزل، استنوا بقى، ايوه كده حزامي. انزل بالبصل والثوم، هبتدي اشوحهم تشويحه بسيطه خالص انهم هيكملوا سوا في الفرن، يعني انا مش عايزاهم يتحمروا معايا، لا انا عايزاهم يكملوا سوا في الفرن. هنزل بالثوم والبصل في نفس الوقت، يعني مره واحده نقلب 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 اهو. كده بنزل بالبصل والثوم زي ما حضراتكم شايفين، واخد الصواني بتاعتي ابتدي ارص فيها البتنجان اللي انا هعمله. يعني هبتدي بصينيه واشوف لو احتاجت لسه عندي مساحه هبتدي بالثانيه. انا هنا مقطعه الصواني بتاعتي عندي اتنين، واخده واحده فيها حلقات كبيره وواحده فيها الحلقات صغيره. في كل واحده هعمل فيها مثلا سيد طبقتين. تخلينا هنا بجهزهم، بس دايما الكبيره تبقى من تحت. اهو ايوه هما مظبوطين كده بالظبط كده. وهاخد هنا كم واحدة كمان زغنطوطة، وهحاول دايما اخد الحلقات يبقوا يا قد بعض يا الحلقات تبقى الكبيرة من تحت والصغيرة من فوق. دي اكبر تبقى كده، اهو واهو. خليني اخد واحدة كمان، ايوه كده بس كده. طيب عملناهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وكمان مش بس كده، ده البصل بتاعي كمان ابتدى يدبل معايا ويبقى لطيف جدا اهو. هنزل دلوقتي في المرحلة دي بالمطيشة او الطماطم اللي عندي ناعمة جدا، او صلصة البيتزا لو عندك برضو تبقى معاكي حلوة جدا، يعني كله يبقى معاكي حلو. صوص طماط اللي هي صلصة الطماطم، والخل اللي بيديني تاست حلو جدا، طبعا الملح بتاعي، وما انساش ان عندي خل، وعندي كمان صلصة طماطم والفلفل الاسود. خلاص تقليبة، ممكن اضافة الزعتر، ريحان، براحتك على الاخر، يعني اعملي ما بدالك او ما يحلو لك. ممكن نزينها، ممكن كمان انا تجيبولي اي حاجة خضرة ازين بيها بليز، لو عندنا اوراق ريحان، اوراق نعناع، اوراق بقدونس، اي حاجة. شكرا.
طيب هخليها تغلي غلوه بسيطه، لاني انا اوريدي هكملها في ايه، هكملها لسه معايا في الفرن. الفرن بشغله على درجه حراره 200، الموضوع كله بياخد له 10 دقائق. طماطم والبصل مستويين، والبتنجان برضو عندي مشوي ومستوي. هعمل ايه؟ هاخد بس جلافز عشان هشتغل بايديا عشان الجبنه، وابتدي. بسم الله. الله، هبتدي دلوقتي بس كده. بصوا غلوة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين، يعني مش عايزاها غلوة تغلي معايا كتير او تتسبك، لا هي غلوة بسيطة زي ما هنا زي ما انتوا هنا شايفين وخلاص على كده. هاخد الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي وهبتدي اهو. اول حاجة هعملها كده، كل واحدة هحط جنبها طبق حلو جدا. الطبق اللي حضراتكم بتشوفوه ده يعني طعم وتاست بصراحة ما حصلش قبل كده. ممكن زود شطة لو احنا عايزين، هتبقى معاكم برضو حلوة قوي وجميلة. ونيجي للزغنطتين. محمد سلام عليكم. الو، ازيك يا محمد؟ الله يسلمك حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. قول لي يا قمر، عايزني اعمل لك ايه؟ عايز طريقه لسان العصفور بالكبده. عينيا، الاثنين احلى. لسان عصفور بالكبده ينزل لك دلوقتي حالا. سارة اهلا وسهلا. الو، ازيك يا زوز؟ ازيك يا روحي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، بحبك قوي والله. وانا بحبكم قوي 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 والله. عايز طريقه عمل السمبوسه. عينيا الاثنين احلى سمبوسه ننزلها لك برضو دلوقتي حالا. من عيوني اوامر، وانا كمان بحبكم قوي والله. عندي هنا شرايح الجبن، يلا بينا اهو. هبتدي الشرايح احطهم بالشكل ده. لو ما عنديش شرايح هكتفي بالمبشورة عادي جدا، هتبقى معايا حلوة قوي. هنا طبعا عشان زغنططة فهقطع الموتزاريلا على القد. اهو، ودي اخر واحدة. طبعا الشرايح لما بتنزل كده على البتنجان وصوص الطماطم بيبقى الموضوع مختلف قوي. هاجي هنا هاخد شوية من البارميجان في الحشوة. خدوا بالكم كمان البارميجان بتبقى حادقة معانا شوية او شويتين، فناخد بالنا من الحتة دي. وهنا نفس الفكرة، ومش بتسيح معانا قوي، يعني بتبقى بتنشف على طول، عشان كده بحطها من جوة مع الموتزاريلا عندي. ممكن اضيف ورق ريحان لو انا عايزة، عندي مثلا ورق ريحان اضيف شوية ريحان مرة كمان براحتي خالص. هبتدي احط تاني شوية صوص طماطم بس ما كترش المرة دي، مش كتير، فوق التشيز بالشكل ده. ايوه كده. نروح للتانيين، بسيط خالص. شوية كمان اهو. وهبتدي اقفل البتنجان او الباذنجان بتاعي اهي بالطريقة هادي. الفرن شغال على درجة حرارة 200. ساندويتش حلو جدا 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 جدا. ضيفي حلقة بصل، فلفل حار او فلفل شرايح عادي رومي، ممكن نضيف كوسة، طبقة كوسة مثلا في النص لو احنا عايزين. يعني انا بديكم شوية اختيارات وانتوا براحتكم. اجي هنا احط تاني صلصة الطماطم
بالشكل ده. طبعا هنا بسيبها في النص بس، ما بفردهاش فردة كاملة عليها خالص، في النص بس بالشكل ده. طعم حكاية والريحة أحلى وأحلى وأحلى. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ خليني اشوف الموتزاريلا المبشورة وابتدي انزل بيها من على الوش. هرجع اقول لما تيجوا تقدموها قدموها مع اوراق ريحان، هتبقى معاكم حلوة جدا. انا هحاول اشوف لو متوفرة عندنا طبعا كده. بصوا دي وصفة خطيرة صراحة، يعني وصفة من الوصفات الحلوة جدا. اهو وكده تكون الوصفة بتاعتنا خلصت. كل اللي احنا هنعمله حاجة واحدة، هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، يعني درجة الحرارة هتبقى 200. هوديهم للفرن وخليهم 10 دقايق ربع ساعة. بعد الربع ساعة هطلعهم واقوم حط عليهم يا زعتر نبشره كده بالراحة ناشف او فريش، ريحان واوراق ريحان نفرمها وننزلها عليهم، نقدمهم كده حاجة روعة. هطلع فاصل وهرجع لكم على طول، خليكم معانا وانا اروح للفرن عشان اودي صواني بتاعتي، تابعونا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا عملنا الباذنجان المشوي الرائع جدا اللي بيبقى حاجه بصراحه تحفه تحفه تحفه، لازم تجربوها. مش بس كده، دلوقتي كمان هنعمل عيش، نوع من انواع العيش الهش او خبز، مش عيش، خبز، خلينا عشان نقولها صح، خبز هش بالحليب، رائع جدا. بصوا بقى هتروحوا معايا للمقادير عشان فعلا العيش ده يستاهل اننا نعمله. عندي للعيش معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، الخميرة بتاعت الخبز، ديالة الخبز. عندنا نص كوباية من اللبن، حليب، بيضة، نص كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، 3 كوبايات من الدقيق، وكمان عندي معلقتين كبار من الزيت، وللوش زبدة أو صفار بيضة، سمسم محمص او سمسم عادي هيتحمص في الفرن، او زعتر او حبوب كمون، حبة البركة، اي نوع من انواع الحبوب عندك براحتك خالص. طيب المقادير عندكم على الشاشة وانا هروح اطمن على الفرن بتاعي بليز. بصوا المنظر، تعالى اوريهم كده الجمال والمنظر وهو ابتدى يسيح. هستناه شويه كمان تاخد لها لون بس الاحمر شويه من فوق وخلاص هنطلع، هيبقى الموضوع عندنا كده جميل 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 صراحه، تيستي جدا. الوصفه دي شهيه، لا عيش ولا رز ولا اي حاجه، فيها طماطم بيعوض كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. هبتدي العجينة بتاعتي هعمل فيها ايه؟ هاخد اول حاجة عندي الدقيق، الدقيق بننخله حلو جدا. كمان هاخد الخميرة، السكر، الملح، هخلط خلطة، ايوه كده خلطة بسيطة، وهبتدي انزل بالزيت وانا بخلط، بالبيضة، بالمية، وكمان الحليب.
كده عجنت العجينة بتاعتي، بتأكد انها اتعجنت معايا حلو جدا، ولو حسيت انها مش ناعمة معايا بعجنها حلو قوي. طيب ازاي هنشوف دلوقتي؟ ازاي هنا دلوقتي بكتشف العجينة انا من حاجة واحدة، اما باجي اعملها كده هل هي بتلزق معايا؟ هل انا عايزاها عجينة بالشكل ده بتلزق معايا؟ لا، انا عايزاها عجينة تكون ماسكة نفسها، متماسكة بس في نفس الوقت هشة. هخليها تتعجن كمان شوية. طيب عجننا العجينه بتاعتنا واتلمت معايا حلوه قوي. خلوني اشمر كده ايدي وايه واوريكم العجينه والقوام بتاعها. هبتدي اشيلها الاول، انزلها كلها، تبقى معايا كوره واحده. ايوه تعالي تعالي تعالي، يلا بنزل العجينه كلها حته واحده. تمام، ونشيل كل حاجة دلوقتي عشان نعجن بقى بجد. تمام، نعمل كده، مبقاش في صحة. خلوني اغسل ايدي بس غسلة بسيطة. وايه يا زوزو، مريان سلام عليكم. مريان كلمينا تاني يا مريان. هاخد السطح اللي انا بشتغل عليه، بيتعقم حلو جدا. حلو، واقوم عامله كده وعامله ايدي بالدقيق، واخده العجينه بتاعتي وحطاها في الدقيق. ونقفل العجان ده عشان يفضلش كده فاتح بقه، واخد العجينة بتاعتي ألمها بالشكل ده. شايفين العجينة طرية جدا جدا جدا. أهم حاجة الحتة اللي هي تحت دي أنا بقفلها، شوفوا بتتقفل معايا حلو قوي، لازم أقفلها عشان الهواء ما يبوظليش العجينة. بعد كده أرجع ألفها بالطريقة دي، أنفضها من الدقيق اللي فاضل. شايفين ناعمة جدا، بصوا العجينة طرية معايا وحلوة قوي 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 قوي. باخد العجينة دي وأقوم واخدها وحطها هنا، أغلفها وأسيبها لغاية ما تعدي عليها 45 دقيقة، يعني ساعة إلا ربع، أسيبها على جنب. بعديها بتبقى بالشكل ده، أهي قبل وبعد قدامكم، عقبال ما أروح أنا الفرن وآجي. الله، تعالى نوريهم بقى كمان من العجينة للحاجات الحلوة الجميلة اللي هنا. أهو أهو. شوفوا المنظر، تحفة بمعنى تحفة، يعني تحفة يعني تحفة، حاجة كده تشهي الصراحة وتتاكل أكل. الصينية التانية طبعا هنطلعها فوق عشان تاخد لها التحميرة نفسها، وخلاص تبقى معانا تمام. طبعا الوصفة رائعة. في المرحلة دي بتحطوا عليها ساور كريم أو تحطوا عليها معاها شوية ريحان، وخلاص على كده بتبقى معاكم حلوة جدا. مريان سلام عليكم. الو، ازيك يا مريان؟ الحمد لله حبيبه قلبي. اؤمريني يا قمر. انا بحبك قوي قوي قوي. وانا بحبكم قوي 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 والله. قولي لي يا قلبي، عايزه نعمل لك ايه؟ انا كنت عايزه اسلم عليكي بس كده حبيبه قلبي، ببوسك بوسه كبيره وانا كمان بسلم عليكي. شكرا لمكالمتك. طيب بعد ما العجينة بتاعتي بتتخمر معايا وبتبقى بالشكل ده، بتنفش معايا وبتتضاعف، أول حاجة بعملها أفضي الهواء اللي فيها. طيب بعد ما بفضي الهواء اللي فيها بعمل لها إيه؟ السطح متعقم، أرجوكم 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 السطح اللي هتشتغلوا عليه يكون معقم حلو جدا. خليني بس بقرب الحاجات جنبي ونشوف كمان
البايركس اللي انا هشتغل فيها. كده انا عملتها بالشكل ده. هبتدي اعمل العجينه عشان بسهلها عليا، بس لا اقل ولا اكتر. طيب بعد ما بعملها بالشكل ده عندي اقطعها صغير، اقطعها كبير، اقطعها الشكل اللي انا عايزاه، اقطع دواير واعملها كور زي الكايزر، هتبقى معاكي حلوه. هقطعها كده، بالشكل ده. خلاص هبتدي اخد كده وكده، شوفوا انا مش هفرد خالص اهي كده، وابتدي اضم العجينه بتاعتي اقفلها حلو جدا. عارفين تقفليها لي كده؟ خلاص بصي انا بعملها بالراحه عشان تبقي شايفاها، تقفليها لي حلو جدا. بعد ما بقفلها ببتدي بقى الفها وابتدي اعملها بالطريقه دي، خلاص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. باخد الصينيه بتاعتي، صينيه فرن بايركس اللي انا عايزاه، واقوم نازلاها او نازله بيها بالشكل ده. هعمل الكوره، هلفها واتاكد اني لفتها حلو جدا، واشكلها الشكل اللي حضراتكم شايفينه. خلاص بالشكل ده. العيش ده بيبقى هش جدا. شوفي بقى لما بنيجي ننزلها في مكانها او بنيجي نحطها، خليني اعملهم نفس لما باجي احطها بالشكل ده بخليهم في مساحه ما بينهم، ضروري جدا المساحه دي لانهم هينفشوا معايا لسه اكتر واكتر واكتر، الموضوع هيبقى معايا اعلى بكتير من اللي انتوا شايفينه ده. يعني هي العجينه طريه بتنفش معايا، الخميره اللي فيها حلوه جدا، البيض بيساعدها على النفشان بطريقه حلوه قوي. بلم العجينه بتاعتي وابتدي اشكلها بالشكل ده كوره، تمام. وبعد كده بنفس الايد واحده نشتغل بيها بالطريقه دي، واقوم نازله بيها. ممكن ناخد هنا ثلاثه فتعلى معايا كمان اكتر، بس ما نضغطش عليهم قوي، ما يبقوش لازقين في بعض قوي قوي قوي. طيب هكملهم بالشكل ده وهسيبهم يرتاحوا مده قد ايه؟ هسيبهم يرتاحوا معايا تقريبا مده ربع ساعه كمان، يتخمروا معايا، اغطيهم واسيبهم ما اعملش فيهم اي حاجه. وبعد ما اعمل كده اقوم دهناهم، بعد الربع ساعه هدهنهم بشويه بيض او ارش عليهم زبده مذابه وشويه سمسم او اي نوع من انواع الحبوب انا عايزاه، فقط لا اقل ولا اكتر. وندخلهم الفرن درجه الحراره 190 مده قد ايه؟ مده 35 دقيقه. هيطلع لك العيش بتاعك هش جدا وحلو جدا واللون الذهبي الحلو قوي. بحبكم جدا، تابعونا هنعمل الشكلمة مع بعض بس بعد الفاصل. رجعت لكم من الفاصل. طبعا تعالوا شوفوا معايا المنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه قصادكم ده، الباذنجان بالحركات الحلوه والجميله والتحفه. هنحط عليه طبعا هنا الريحان، بنزينه بالريحان باوراق الريحان اهو، الريحان يكون فريش يتزين، يبقى معانا حاجه روعه ما حصلتش. عايزه افرد دي، ايوه وكمان ناخد ورقة هنا وخلاص على كده. رائع، طعمه حكاية وحلو وهيعجبكم. ممكن تضيفوا ساور كريم براحتكم خالص، يعني زي ما تحبوا، ممكن إضافة ساور كريم دي حاجة بتاعتنا. نيجي كمان مش بس كده لا، للعيش بعد ما ارتاح معانا المده بتاعه 15 دقيقه. شوفوا نفش معايا ازاي، هتحسوه العجينه، اللي متابع معانا هيحس ان العجينه نفشت معانا كمان شويه. باجي بقى يا زبده يا صفار بيضه، بعمل كده مدام يسر مامتي الحلوه الجميله اللي بحبها وبموت فيها. ازيك يا زوز؟ انا هحط الحاجات دي. اول حاجه تسلم ايديكي، دي أول حاجة على الحاجات الحلوة والجميلة. تاني حاجة عايزة أقول لك كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي. حبيبة قلبي ما نحرمش منك يا رب. وإزاي صحتك وإزاي الولاد؟ الحمد لله زي الفل، نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله يخليك يا حبيبتي. إيه رأيك في حلقة النهاردة؟ زي الفل، البتنجان اتدلع.
حبيبة قلبي ما نحرمش منك يا رب. تسلم ايدك حبيبتي، ربنا حبيبتي يخليك يا حبيبتي، ما نحرمش منك يا رب ولا من سؤالك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا دود. قولي لي، عايزاني اعمل لك اي حاجه وتسالي على اي حاجه؟ عايزه سلامتك يا حبيبتي، انت مش مخليانا عايزين حاجه حبيبتي، ما سبتيش حاجه ما عملتيهاش يا زوجي حبيبتي. ما شاء الله الحمد عليك. لله يا رب تكون نالت بس رضاكم، دي اهم حاجه بالدنيا. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي يا رب. يا رب يخليكي، ما نحرمش منك يا امي. الله يخليك يا زوجي. ماشي يا حبيبي، ببوسك بوسه كبيره. ميرسي على تليفونك الجميل ده. الله يخليك يا حبيبه. ماشي يا روحي، في رعايه الله. عندي هنا باجي للوش بتاع العيش بتاعنا، بندهن العيش بصفار بيض او بزبده. النفشه اللي انتوا شايفينها نفشت دي لسه هتنفش تاني، اهم حاجه الغوصهم كده، اغرقهم كده بالصفار من كل ناحيه. بيتشال معاكم من البايركس على طول، ما تشيلوش همه، هش قطني هيترفع عن البايركس وهيبقى معاكم حاجة حلوة حلوة حلوة. بس أهم حاجة نخمر أول مرة 45 دقيقة، بعد كده نقوم واخدين العجينة مفرغينها من الهواء، عاملينها قطعينها وعاملينها كور، يا نخليها على شكل كورة يا نعملها على شكل باجيت بالشكل ده. بعد كده نقوم مقطعينها ومشكلينها، نحطها في الصينية نغطيها ونخمرها كمان مرة كمان 15 دقيقة، يعني نريح العجينة مش بنخمرها. 15 دقيقة بعد كده ناخدها ندهنها بصفار بيض أو نعمل لها زبدة مدابة، ونقوم واخدين السمسم أو أي نوع حبوب ونرشه عليها بالشكل ده من الوش. عايز أقول لكم بيبقى قطني حلو جدا وجميل جدا، العيش ده رائع. بنوديه للفرن، لسه عندنا كمان شكلمة رائعة دلوقتي هنعملها. استنوا بس هعمل ايه، خليني أحط، أيوة، بنحطه على درجة حرارة 190 مدة نص ساعة ل 35 دقيقة، يعني من 30 ل 35 دقيقة هيبقى معاكي الموضوع لطيف جدا. الشكلمة، الشكلمة عبارة عن حلوة جوز الهند، بتبقى حلوة جدا. قولي هنا. سلام عليكم. سلام، ازيك يا قمر؟ الحمد لله، انا بحبك جدا. وانا بحبك جدا 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 يا احلى هنا، كل سنة حضرتك طيبة. وانتي طيبة وكل الناس طيبة يا رب. أنا حبيبي. أنا عايزة طريقة كباب الحلة. عيني، أحلى كباب حلة دلوقتي حالا. يلا بينا، بس بعد الشكلمة، يعني نعمل شكلمة وينزل لك كباب الحلة. مقادير الشكلمة بتاعتي سهلة جدا، كوباية سكر بودرة، عندي معلقتين كبار من الدقيق ضروري جدا، كوبايتين جوز الهند الناعم. الدقيق بقى بيعمل لها ايه؟ بيلمها معاكي. الناس اللي بتعاني من مشكلة ان الشكلمة بتفرول منها. كمان عندي 5 بياض بيضة ورشة ملح، كوبايتين من جوز الهند الناعم، الناعم جدا 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 جدا. اول حاجة باخدها وهو اهو بياض البيض، وابتدي اخفق فيه، وبالتدريج هبتدي انزل بالسكر، بالتدريج هبتدي انزل بالسكر. يلا بينا. بصوا معايا مرنج بس لسه سايل شوية، هيحتاج يتضرب، يعني بصوا لسه فيه شوية طري معايا، بسيط خالص، أنا مش عايزاه كده، عايزاه يبقى أجمد شوية معايا. هخفقه، كنت بنزل السكر بالتدريج وأنا بضرب المرنج، ما بوقفش إيدي من الضرب خالص عشان يبقى معايا مرنج حلو جدا، لازم أضرب حلو قوي.
كمان عندي رشة الملح بحطها عشان توازن الطعم او عشان تعادل الطعم، وابتدي في المرحلة دي خلاص بقى معايا المارينج بتاعي زي ما انتم شايفين ثابت. ثابت يعني ايه؟ يعني شايفين اهو خلاص ما بينزلش ما بيقعش، بيبقى ثابت معايا زي ما هو، بيبقى متماسك معايا. خلاص نرجع دي مكانها ونعمل ايه؟ ناخد الدقيق ونقلب بالراحة خالص عشان ما نفضيش الهواء اللي احنا عملناه، بالراحة خالص. وانا بفضي الدقيق وهو بيتقلب مع نفسه كده هبتدي انزل بجوز الهند، ولازم التقليبة تبقى بالراحة ما تبقاش بسرعة خالص. اهو شوية بشوية زي ما حضراتكم شفتوا العيش بينفش وبيبقى حاجة روعة 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 روعة. حطيته ابتدى يتحمر، نزلته شوية تحت برضو على صاج، يعني أنا ما بلمش بيه القعر، ما بلمش بيه الأرض يعني خالص خالص خالص. نيجي بقى للشكلمة الجميلة الحلوة اللي هنزل الحاجات دي ضروري كده عشان تبقى معانا كل الحاجات بتاعتي كده، تتعمل لي واحدة صغنطوطة تبقى حلوة. وناخد البولة بتاعتنا، هقلب تقليبة بسيطة عشان اتأكد ان كل حاجة بقت تمام مع بعضها. انا لازم اوريها لكم، شايفين اهي بقلب تقليبة زي ما انتم شايفين اهي، بسيطة خالص. شايفين القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ هو ده اهي، شايفينها بتنزل بالراحة. السومة سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا قمر؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. وأموري يا حبيبي، عايزة تسألي على ايه؟ عجينة البيتزا. عينيا الاتنين، أحلى بيتزا في الدنيا كلها دلوقتي حالا. شكرا على مكالمتك الجميلة. هاخد كيس حلواني وابتدي أعمل كده اهي اهي اهي، ناخدها كلها الحلو بقى في الشكلمة عشان تبقى معاكي مظبوطه زي ما قال الكتاب. هقول لكم تكايه، صح تكايه، عجينه البيتزا على الشاشه حلوه جدا. احنا بنعمل الشكلمة وبنشتغل فيها على طول، لا اعملي الشكلمة وريحيها خمس دقايق بس اها خليني، وبعد كده اشتغلي بيها. بس الخمس دقايق اللي هتريحيها حطيها لي في الفريزر، تبقى معاكي روعه وحلوه وحلوه وحلوه. وهوريكم الفرق ما بين واحده، ان شاء الله يا رب نلحق نطلعها، يعني لانها ما بتاخدش سبع دقايق. يعني دي مثلا واحده اهي، خدنا نعمل الصف ده يبقى معانا بالشكل ده. صف ده عملناه وهي مش مرتاحه، وهسيب العجينه دي تريح ونعمل ايه؟ سيبها خمس دقايق ادخلها الفريزر وبعد كده نكملها. وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول عشان نقدم الحاجه ونكمل برضو الشكلمه بتاعتنا، تابعونا. رجعت لكم من الفاصل، طبعا ابتديت اعمل الشكلمه بتاعتي. بصوا المنظر، تعالوا تعالوا بصوا معايا اهو، بنعملها كده
طبعا كل ما كان الكيس اصغر كل ما عرفتوا تتحكموا فيها اكتر. وكمان واحده اهو بس كده. يلا كده احنا عملنا الشكلمه بتاعتنا بالشكل ده. كل اللي احنا بنعمله بنحطها في الفرن على درجه حراره 160 عشان ما تتحرقش معانا وتبقى معانا حلوه. هنروح للفرن نشوف كمان العيش بتاعنا لانه خد لون بما فيه الكفايه. الله الله شو المنظر. انا هنزلها هنا قدامكم كده، شوفوا رائع وحلو. ندخل الشكلمه ونوطي النار لانها محتاجه 160 بس، ده كان مستوي على درجه حراره 190. بعمل كده واخد بالي لانها تاخد معايا وقت اقل عشاني انا، بس انتوا شغلوا الفرن بخمس دقائق قبلها او 10 دقائق الماكسيموم على درجه حراره 160 فقط لا اقل ولا اكتر. ناخد الصينيه بتاعتنا معلش، ننزل بيها خليها هنا لازم الاول. ايوه كده استنى اهو العيش، الحزام ده مصر انه يخش هنا. العيش بتاعنا او الخبز بتاعنا بعد ما بيطلع معانا، طبعا انا مجهزه لكم هنا، تعالوا بقى ده سخن مش هقدر المسه دلوقتي خالص. بصوا هش جدا وحلو قوي ورائع رائع رائع بمعنى رائع. انا عايزه اخد الحته دي اكلها بمعنى رائع، يعني عيش من انواع العيش الحلو قوي 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 اللي هيعجبكم بجد لو جربتوه. العجينه معاكي هشه ما فيهاش اي حاجه خالص، بالعكس هشاشه، تعملي فيها ساندوتشات، بصي تعملي فيها اللي انت عايزاه، ماشي متقص يعني مش معجن مثلا العيش او في اي مشكله. بالعكس لو تقيدنا باللي احنا اتكلمنا فيه مده التخمير هيبقى معايا العيش حلو قوي، لو تقيدت بالمقادير برده هيبقى معايا العيش حلو جدا جدا. الحصول سالات حلقتي اليوم وماشي غير حلقتي سالات بزاف ديال الحاجات. مهم غادي نتوحشكم بزاف، كنبوسكم بزاف، كنموت عليكم، كنحمق عليكم. الهضره كتجي صعيبه شي مرات. من نهار طلعت القناه سفره وانا فرحانه معكم صراحه بزاف 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 فوق ما تتخيلوا. هذه الفتره هذه غادي نتوحشكم، نغبر عليكم واحد شويه ولكن غادي نتوحشكم بزاف 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 بزاف، كنموت عليكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، نتلاقاو عبر السوشيال ميديا ان شاء الله في هذه الفتره هذه. نشوفكم على خير، كنبوسكم بزاف بوسات كبارين في رعايه الرحمن. باي باي.